طلاب الصف الثانية الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم، معاكم مدخلس فاطمة مختار، والنهاردة بنكمل دروس وحدتنا الأولى، وهندرس النهاردة لي فيرب كي تيرمين افيك او ار، الأفعال اللي بتنتهي بالاو ار. طبعا مرت عليا في سنة أولى وأنا عارفة القاعدة كويس، هتذكرها وبعدين نشوف مع بعض إيه الجديد في سنة تانية. أول فيرب معايا فيرب مارشي، يعني يمشي أو يسير. ترمين افيك او ار، الفعل ده بينتهي بالاو ار. طب اي فعل قبله بينتهي بالحرفين دول اللي هما الاو ار، اعمل ايه؟ هصرفه ازاي مع الفاعل؟ هعمل ايه؟ اول حاجه تعملها احذف الاو ار من الفعل، وبحط مكان الاو ار نهايه عباره عن حرف او حرفين او ثلاثه على حسب الفاعل. شوف مع بعض، جو مارش، انا امشي، شلت الاو ار وحطيت او مع ضمير الفاعل جو، تبقى جو مارش. تو مارش، شلت الاو ار وحطيت مكانها او اس. il et on marche، شلت الاو ار وحطيت او. nous marchons، حطيت مكانها او ان اس. vous marchez، حطيت مكان الاو ار او زد. il marche و elle marche، طبعا احنا قلنا il avec s بتتنطق il، و marche هنا لو انتي لا تنطق يبقى il marche. طيب ايه الجديد في سنة تانية؟ ان اي فعل بينتهي بالج او ار زي verb manger، يأكل، اي فعل بتشوفه بالنهاية دي هتصرفه عادي خالص زي تصريف الافعال. امال ايه الجديد؟ نشوف مع بعض. جو مانج، شلت الاو ار وحطيت الاو. طب تو مانج، حطيت او اس. il elle mange، حطيت او. الجديد مع النو، شايف كده مون ونحط الاو ان اس يبقى مونجون. لا ما ينفعش، غيرنا شكل الفعل، عشان كده قال لك حط الاو تحافظ على نطق الجي، جي يبقى مونجون. vous mangez، il mange. طيب verbe commencer برضو نفس الفكرة، بينتهي بالاو ار. طب ايه الجديد معاه؟ نشوف مع بعض. احذف الاو ار عادي خالص وحط النهايات. je commence، شلنا الاو ار وحطينا الاو. tu commences، حطينا او اس. il elle commence، حطينا الاو. طيب مع النو، هنا التكاية بتاعتنا او ان اس، لو حطيت السي عادية هتخلي لي السي تنطق، وانا مش عايزه انطقها لتر كا، لكن هقولها هنا ايه، هنخليها سي دي، يعني نحط تحتيها خمسه صغيره، يبقى نو كومونسون عشان تنطق سي. فو كومونسي، il commence. الفيرب اللي معايا ده مهم قوي، اوفرير يعني يقدم. الفيرب ده تعامل معاه وكانه مش بينتهي بالاي ار، لا وكانه بينتهي بالاو ار، وكانه مجموعه اولى عادي خالص. ليه؟ لان هصرفه زي التانيين بالظبط. جوفر، هشيل الاي ار واحط مكانها او، يبقى جوفر. tu offres، il offre، nous offrons، vous offrez، ils offrent. ايه ده، حطيت نفس النهايات المجموعه الاولى. ايوه هو الفعل ده وكذا فعل تاني، بس ده اللي عليك في المنهج، عامله وكانه مجموعه اولى. اخر فعل معايا venir، ياتي. الفعل ده بقى تحفظه لانه من المجموعه الثالثه وجديد علينا، نحفظ شكله كويس قوي. je viens، شايفين هنا بحذف الاي ار وبحط الاي قبل الاو ان، وبحط اس في نهايه الفيرب، يبقى je viens. tu viens، il vient، يبقى اس اس تي، نحفظ شكله كويس قوي. nous venons، vous venez، ils viennent. شكل الفعل ده مهم قوي، نحفظه صم، بيجي في الاختيار كتير جدا. اكزرسيس، يلا نطبق مع تمارين. اول جمله معايا او اول سؤال معايا، شوزي لا بون ريبونس. جو و اون مونتور ا مون بير، انا بقدم ساعه لوالدي. فين الفيرب مع جو؟ جوفر اللي نهايته او. سيلين دو باري، عايز اقول جايه. سيلين بتساوي ضمير الفعل ايه؟ ال، هي شكل الفعل مع ال شكله ايه اللي اخره تي؟ فيان. برافو. نمبر 3، vous نقط la fête à quelle heure، انتم هتبداوا الحفله الساعه كام؟ vous يبقى الفيرب المفروض يبقى نهايته ايه؟ او زد، يبقى vous commencez la fête à quelle heure. رنا ومنى ونقط ان جاتو، عايز اقول بياكلوا. طيب رنا ومنى بيساوي ضمير الفعل ايه؟ ال، اللي هو ال افيك اس، يبقى الفعل المفروض يكون نهايته ايه؟ او ان تي، يبقى ال مانج ان جاتو، بياكلوا ان جاتو. الى هنا وصلنا لنهايه درسنا. ميرسي بوكو دو فولونتوندر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.